بس أنا غلطان، أنا أستاهل. أنا هخرج من اللقاء ده هتجننيني أكيد. ما أنت شايف الدنيا جميلة أوي على فكرة، أنا مش شايفها حاجة. أنا ابتديت أتكلم كده، أتكلم عندي 7 سنين، مش لا فاهم، أنا فاهم على قدي. عشان ما عنديش استعداد خالص أجرح تاني. عشتي حالة الحب دي كم مرة؟ مات قبل فرحي بيوم، ليه؟ كان نفسي حاجة كده، حتة مني كده في الدنيا يعني. أنا معاها طب ما انا عجبني اوي حركة كتفك دي. عيب قوي انك تعمل كده. انت صعب تحبي حد وصعب تحبي اغنية كمان. اللي عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه يبص الناحية التانية. غادة عبد الرازق معاك كده، طب اشرحي لي اعداء ليه بقى؟ كده حرمة تسوي فيكم كده، عيب عليكم. ده الكلام ده لو انا مش هشتغل الشغلانة دي تاني. بس اي حد اصلا يتحرر لا لازم يتعدم. انا بالنسبة لي يتعدم، ما يتسجنش، يتعدم. انت اصلا بتعيط؟ ليش انا بحس ان هو زي المرض يعني، انت مش تختاره وما بتعلمش برضه. بكره الناس اللي عندهم الحته دي، انا زعلانه من الحته دي على فكره. بكره عدوي اللدود.